المعرض الدولي للخضر والفواكه كان مناسبة للتعريف بالمؤهلات الفلاحية التي تحظى بها منطقة سوس باعتبارها تحتل مكانة وازنة ضمن قطاع النشاط الفلاحي المغربي، حيث تحتل الصدارة في زراعة وإنتاج الخضر والحوامض بقيمة إنتاجية تقدر بمليون وخمسمائة ألف طن من الخضروات وحوالي 800 ألف طن من الحوامض سنويا، وتضم أزيد من 50 وحدة للتلفيف. Les domaines ديال ماتيشات يتواجدوا في شتوكا ايتباها avec une station d'emballage de 4 hectares اللي هي لو برودوي هي المنتجه وهي المصدره، وعندنا واحد ستاسيون اخرى في بيربينيون اللي هي لي برودوي ديالنا اللي كيمشيو ليها. هذا العام اون كومونسي لي بريم ليمون، وعندنا لي زيكسبلواتاسيون ديالنا هما اللي كينتجوا، والستاسيون ديالنا دومبالاج هي اللي كتومبالي وهي اللي كتصيفط. هذا العام ان شاء الله تنفيزيو باش نصدروا 40 الف طن في ماتيشا و 28 الف طن في الليمون. احنا عندنا علاقه مع تو لي بي اوروبيان، عندنا لو كندا ان شاء الله، عندنا لا روسيا، احنا تنفيزيو ان شاء الله دوتر مستقبلا اللي هما لوميان اوريون، عندنا لافريك، عندنا ان شاء الله سيتي غروند فيزيون. ونظرا لكون جزء كبير من المنتوج الزراعي لمنطقة سوس موجه نحو التصدير، عرف المعرض مشاركة عدد من المقاولات المغربية وبعض الشركات العالمية المعروفة في مجال النقل اللوجستيكي. احنا شركة ديال النقل الدولي، عندنا جوج ديال الميادين كنشتغلوا في النقل البري، اوكي، سيرتو في اوروبا، فرنسا، ايطاليا، البرتغال، وهولندا، وبلجيكا، وكنشتغلوا ايضا في قطاع النقل عبر الحاويات، سيرتو في سان بيترسبورغ في روسيا، في لي زيتازوني وكندا، وكذلك في المناطق نتاع الخليج مثلا جده وجبل عالي. وكنحاولوا نعطيو ان سيرفيس اللي هو مزيان للفلاح باش يوصل، حيت القطاع النقل مهم جدا باش انه توصل البضاعه نتاع المنتجات الفلاحيه في ظروف جيده وفي توقيت اللي هو يكون ما ياثرش على 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 يعني المنتوج ديالها والجوده ديالها. بالنسبه للتقنيات اللي كنقترحوا على الفلاح بخصوص النقل البري، يعني خاصه نحو اوروبا، يعني كان نعطوا للفلاح شاحنات مجهزه يعني في مستوى عالي باش اللي كتضمن الفلاح ان المنتجات ديالو توصل للمستهل الزبون ديالو في ظروف جيده، والجوده ديال المنتج يكون في يعني كيحتفظ بالطراوه ديالو والجوده ديالو. بالنسبه للنقل البحري عندنا كذلك تجربه في الميدان، وكان وعيو ان الفلاح انه ببعض يعني كنعطيو ارشادات بخصوص مده الرحله اللي كتقدر تتكلف المنتج ديالو، مثلا على سبيل المثال من طنجه الى جده الرحله كتقدر تستغرق فقط 9 ايام، والمنتوج كيوصل في يعني في ظروف جيده. بطبيعه الحال كتكون هنالك باراميتراج دي باراميتر اللي خصنا نهيئوا بها الكونتينر الحاويه ديال نقل البضائع. بطبيعه الحال كتكون متهيئه قبل النقل ديال البضاعه.